والله لا دلوقتي لسه يعني ما حطناش حاجه ايدنا على حاجه يعني، لما انما ان شاء الله بس النيه موجوده ان شاء الله، نيه عندنا ان شاء الله. في فيلم ان شاء الله مشتركه فيه بامر الله اخراج الاستاذ محمد جمعه، وفي نفس الوقت ان شاء الله يعني الخير على قدوم الوالدين ان شاء الله. أغاني دور الحقيقة ككلام وكألحان وكتوزيع يعني اللي موزع الأستاذ وليد مصطفى، واللي مؤلف الكلام والألحان جوزي اللي هو شفيق الشايب معظم الأغاني، وفي برضو الأستاذ عبد الرحمن سيد الأهل برضو عامل حاجات في نفس الأغاني برضو. فإحنا من يعني عاشمين في ربنا خير عاشمين، والناس منتظرة الحقيقة إني عايزين يسمعوا الجديد إن شاء الله، وأنا عندي وعد ليهم. لا الألبوم عارف يمكن بعبر عن كل حاجة يعني، برضو في المواويل تعرف شعبنا يحب الموال قوي قوي، فبرضو مش حرمين الناس من الحتة دي. المحن اللي احنا تعرضنا ليها الثورة والحقيقة تعرف أول واحد بيبقى يعني هو اللي بحس بالمشاكل، ورغم ان بيسعد الكم من الجمهور انما جواه برضه سبحان الله يعني لك زمار الحي لا يطرب يعني سبحان الله. يمكن نعمل ميني ألبوم 4 أغاني، ويمكن برضه نحط موالين كمان. لا ما فيش اختلافات يعني، انا ما زلت محتفظه بالزي بتاعي زي ما انت شايف، وبالاغاني اللي انا بقدمها، عشان ما فيش فاطمه عيد في مصر 2 يعني، الحمد لله انا لا بنافس حد ولا حد بينافسني، فعشان اخرج من الكارير بتاعي ابقى كده الناس تزعل مني قوي. ومره حصلت لما اتصورت بشعري كان الله يرحمه استاذ محمد قبيل قال لك لا يبقى فاطمه عيد ما تفرقش عن المطربين اللي هم العاطفين حاجه، احنا انت تميزتي بالزي بتاعك ولفيت بيه العالم كله، سافرت بيه المانيا وسويسرا وهولندا والنمسا وايطاليا وحبيبي وامريكا وما فيش بلد، وتونس في مهرجان كورتاج ولبنان وسوريا ما فيش بلد ما سافرتهاش، وكنت سفيره البلد في كل البلاد دي الحمد لله. الأغنية اللي هنصورها بتقول ياد الزمان الراضي ياد الزمان الشين، والضفدعة كشرت وطلع عليها نابين، وابو فصادة زعق وقال بكل غرور ده أنا الزمان ده زماني مين اللي قد مين، يعني حاجة غريب من نوعها وجديد من نوعها في نفس الوقت. كل حاجة جديدة كلنا بنحب نسمعها، ما فيش حد اسمه ان في حاجه جديده ومعلقه في اذهان الناس وفي نفس الوقت ما تتسمعش، لا كلنا بنسمع الحاجات الجديده، وفي نفس الوقت لازم يبقى فيه الشعبي ولازم يبقى فيه العاطفي ولازم يبقى فيه المونولوج ولازم يبقى فيه، خدت بالك كل الانواع، عشان لو الاذواق واحد كانت بارت السلع. والله التلاتة أحلى من بعض، إذا كان شيبة أو الليسي أو بوسي، التلاتة كل واحد له لون ومتميز بيه ومنفرد بيه. مش فيش حاجة اسمها شعبي وعاطفي، المطرب يغني كل حاجة يعني، أنا غنيت الديني غنيت العاطفي غنيت الشعبي، بس اللي نجحت فيه أكتر الشعبي يعني في لحن كان الله يرحمه الاستاذ فؤاد حلمي قال لي يا بنتي انا مش رافض ان انا اديك اللحن بس مش لونك، قلت له لا بس هغنيه يعني، حاجه بتقول سالت عليك قالوا لي عليك كلام قاسي، قابلت عينيك قالت لي عليك كلام راسي، اصدق مين واكذب مين وانا قلبي في هواك راسي، سالت عليك قال لما لحن لي اللحن، هو كان وقتها في لجنه الاستماع وغنيته وما جاش اللجنه، يوم ما دخل اللحن اللجنه هو ما جاش، لقيته بيكلمني بيقول لي الف مبروك اللجنه مذهوله ان اديتك مقامات اول مره تغني منها،
قلت له لا، قلت له مش انا قلت لك انا هغنيه والحكم اللجنه والله اترفض يبقى انا مش هزعل، اجيز يبقى كده انا مبسوطه عشان انت كمان اتبسطت. فيعني زمان كانوا عارف، الملحنين بتاع زمان كانوا حريصين جدا، كانوا بيدققوا على الكلمه على اللحن على الاداء، مش اي حد ان الملحن الكبير يلحله، لا الحمد لله. وانا لحلي كبار الملحنين، دكتور جمال سلامه، استاذ احمد صدقي شيخ الملحنين، الاستاذ سيد مكاوي، الاستاذ بليغ حمدي، الاستاذ محمد الموجي، الاستاذ محمود الشريف، الاستاذ حبيب حلم امين، الاستاذ ابراهيم رأفت، الاستاذ ابراهيم رجب، الاستاذ فاروق سلامه، اذا الاستاذ منير الوسيمي اللي هو بتاع شريط القدر اللي كسر الدنيا، وحسنين ومحمدين، يعني لحلي كبار الملحنين الحمد لله. وسبحان الله يعني ما اتفرضتش على حد، يعني ما حدش فرضني الا باللوني وباداء الجيد، هو اللي الحمد لله اني باقتناع الملحنين الكبار هم اللي حقيقه اللي لحنوا لي. انا من الناس اللي عارف بعتز بنفسي جدا، يعني في برامج بتتعرض عليا بس ما بيبقاش في نصيب، يعني برضو في برنامج يضيف للفنان وبرنامج يقل من قدر الفنان، لا مش شبه، مش الاصل الحكايه مش طلوع تلفزيون وخلاص، يا الواحد يطلع في التلفزيون الا حاجه الناس تجدوا بيه، يا اما ما فيش داعي ان في التاريخ ده ان رصيدي 800 اغنيه، ان كاسيتات اكتر من 60 شريط كاسيت، ان مسلسلات تلفزيونيه، ان مسلسلات اذاعيه، ان اغاني منفرده، وبعدين بعد كده بقى التاريخ ده كله، وفي نفس الوقت اطلع على العمال والبطال، لا ما مش 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 يعني عارف مش هتفيد الفنان قد ما يفكر بان الحاجه اللي هيطلع فيها دي هتضيف له ولا ما تضيفش، ده اللي بيحصل. والله عارف دلوقتي يمكن معظم الشركات الكاسيت والسيديهات ما بينتجوش، بس انا دلوقتي احنا بننتج لنفسنا، عشان يعني برضو انت عارف مش عايز احرم الناس من صوتي، ولا انا اتحرم من الناس من جمهوري، ففي نفس الوقت احنا دلوقتي بننتج اغاني، والاستاذ ريتشارد كمان هو اللي عامل لي كم اغنيه حقيقه ما شاء الله عليه، وعامل كذا موال كمان، يعني بتاع كذا اكتر من موال، فبرضه عارف يعني احنا في بيتها الحكايه ان احنا ننتج او هو ينتج، فما مش 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 غربه عن بعض. يعني لا الوسط الفني ما حدش بيعرف حد، لا للاسف الوسط الفني كل واحد في حال، ما فيش حد فاضل حد عشان يساله. او لا خدت بالك زمان كانوا الفنانين اللي قدام كانوا بتودوا بعض وبيروحوا لبعض وبيزوروا بعض وبيحبوا بعض، دلوقتي عارف سرعه الحياه يعني الناس متعلقه في ساقيه، فانا بعذرهم برضه يعني شغلهم وبيوتهم، وبرضه مش ما فيش الفراغ بتاع زمان، الناس كانت زمان رايقه وكانت فاضيه وكانوا بيسالوا على بعض وبيحبوا بعض وبيخافوا على بعض، دلوقتي الحياه سريعه جدا واحنا متعلقين في ساقيه مش واخدين نفسنا، فيعني الله يكون في عون الناس كلها. شيماء مولوده فنانه، شيماء مولوده، فشوف صدقني لو ام شيماء مع احترامي لسيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم، ما كانتش هي موهوبة مش ممكن هتفرض عليها إنها تغني. شيماء كان عندها 6 سنين وكنا مسافرين أنا وباباها وسمعناها بتدندن لوحدها، كان يوم ما يجيني أي ملحن عشان يحفظني اللحن تقعد تقف وتلعب في الأورج بتاع فاروق سلامة وعمالة تدندن معانا، يا مبسوطة سعيدة. فطبعا كون إنها مولودة بالموهبة اللي ربنا اداها لها، يعني الحمد لله، ألف حمد وألف شكر يا رب. وبعدين شيماء من الناس اللي عارف يعني بتبقى حريصة قوي على الكلمة، بتبقى والمنتج الأستاذ ريتشر الحاج الحقيقة معاها في الكلمة وفي اللحن وفي الأداء، فربنا يا رب يوفقها ووفق كل الفنانين. لسه حتة الحفلات برضو عارف
يعني رب يعني انت عارف النهارده الحقيقه النت والفيسبوك ما حرمش حد من حاجه، يعني اللي بعوز الفنان بيجيبه عن طريق الفيسبوك عن طريق النت، خدت بالك؟ فلما بيبقى في حفلات او حاجات من دي برضو الواحد يبقى حريص، عشان ثلاث ارباع معظم الحفلات بتتعمل في شنك، وما ما كنتش مالي ايدك من المتعهد اللي جاي لك يبقى الحكايه مش مظبوطه. لا ده شرف ليا الأوبرا لما تكرمني في حياة عيني، دي بالنسبة لي كنز كنز، فأنا بشكر كل اللي أتاح لي الفرصة الحلوة دي، إذا كان الوزير الثقافة ولا السيدة رئيسة الأوبرا، ولا يعني حقيقة كان حاجة تشرف الدنيا كلها، وحاجة مشرفة جدا لأي فنان إن ياخد أو يتكرم في حياة عينه، دي حاجة الحقيقة يعني تبسط أي فنان. يا متهالة ويا متهالة على النبي مليون صلاة، يا متهالة ويا متهالة على النبي مليون صلاة، من بعد صبري كم سنة البنت قسمت للولا، من بعد صبري كم سنة البنت قسمت للولا، يا متهالة ويا متهالة يا متهالة ويا متهالة. كل حاجة لما في وقتها بتبقى حلوة قوي، يعني ليه بالنسبة للأحداث ليه؟ يعني لما صباح عملت مع دويتو مع بنتها هويدا أمورت الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولها طاقة ولها شكل جديد، لها خف الدم ما بتبعد بتروح لبعيد، فعارف دي كانت يعني جميلة، أم بتغني لبنتها، فصباح ما فيش حاجة ما عملتهاش الله يرحمها. يا رب سنة سعيدة علينا وعليكم وعلى الأمة العربية وعلى جميع الناس كلها في كل أنحاء العالم بالسعادة والخير، واجعلها سنة سعيدة علينا وعلى كل الناس، واللي محققناهوش كلنا في 2017 نحققه كلنا في 2018 يا رب. أتمنى من ربنا أن ربنا يصلح حال البلد مصر، يصلح حال مصر عشان مصر هي أم الدنيا، ويصلح حالنا كلنا وما يدخلنا محنة ولا شدة ولا نقابل عراقيل، وربنا يجيب العواقب سليمة، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.